هذا البرنامج برعاية عودة لحضراتكم أعزائنا المشاهدين في لقائنا الأخير في برنامج الحصاد، واللي هنخصصه النهاردة للحديث عن الفيروسات اللي ممكن تصيب الثروة الحيوانية في مصر، وخاصة الحمى القلاعية اللي هو كثر الحديث عنه في الفترة الأخيرة، وبدأت الحالات يعني تظهر بشكل أكبر خلال الفترة الماضية، وبالتالي عند المزارعين مخاوف حقيقية من هذا المرض. خلينا نتعرف عنه بشكل أكبر، تاريخ هذا المرض، توصيفه وتعريفه، أنواعه و التوزيع الجغرافي لهذه الأنواع على مستوى الجمهورية، وإزاي ممكن نتعامل معاه كأفراد وكمعاهد بحثية وكحكومة علشان نحاول التقليل منه أو السيطرة عليه بقدر الإمكان وتقليل خسائرنا فيما يتعلق به. وحنطل أيضا على غيره من الأمراض الفيروسية اللي ممكن تصيب قطعنا من الماشية وكيفية التصدي لها. بسعدنا النهاردة أن احنا نستضيف الحديث عن هذا الموضوع دكتور أحمد رفعت حبشي، أستاذ الفيروسات بمعهد بحوث صحة الحيوان. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. دكتور أحمد، خلينا نتكلم عن أهم الأمراض الفيروسية اللي بتصيب ثروتنا الحيوانية في مصر بالتحديد، إيه هي؟ هو زي ما حضرتك قلت كده، هو أهم الأمراض الفيروسية اللي بتصيب الثروة الحيوانية بحكم الموسم الشتاء، وهو فيروس مرض الحمى القلاعية. ده طبعا من أخطر الفيروسات اللي موجودة في مصر نتيجة الخسائر اللي بيسببها الإصابة بهذا الفيروس، كخسائر مباشرة نتيجة إصابة الحيوانات. بيحصل نقص في الإنتاج، نقص في اللبن، حتى الحيوان اللي بيصاب مستوى اللبن بيحصل انخفاض في إنتاج اللبن وإنتاجه من اللحم. إضافة إن الإصابة بتسدي نفوق بعض الحيوانات الصغيرة السن، وده بدوره بيؤدي طبعا إلى خسائر مباشرة في مجملها. لو حطينا في الاعتبار مستوى انتشار المرض، إن هو ما بيظهر بينتشر في أنحاء الجمهورية، يعني ممكن في فصل الشتاء ده ممكن يتسجل في معظم المحافظات، يعني لحد الان مسجلناه في حوالي 19 او 20 محافظه. طبعا في مجمله بيسبب خسائر بتبقى كبيره جدا في الانتاج، اضافه طبعا للخسائر في النفوق، ان هو الفيروس بطبيعته بيصيب الخلايا بتاعت خلايا القلب في الحيوانات صغيره السن، وده طبعا بيؤدي نفوق مفاجئ لبعض الحيوانات صغيره السن، خاصه لما تكون سلاله جديده او عتره جديده داخله، بتبقى الحيوانات ما عندهاش اي مناعة أو خبرة مناعية للإصابة بالعترات الجديدة دي أو السلالات الجديدة من الفيروس. هو متنوع الحقيقة، الفيروس متنوع من ناحية السلالات تحت كل نوع، هنتكلم في الموضوع ده طبعا. فطبعا بسبب خسائر في نفوق الحيوانات، إضافة طبعا للحيوانات الصغيرة، إضافة إن هو بيعتبر كمرض فيروسي بيعتبر ممكن بيكون بريدسبوزنج فاكتور لإصابة بكتيرية. الإصابة بالحمى القلعية ممكن تتبعها حتى بعد شفاء الحيوان، بيحصل نوع من التظبيط المناعي، المناعة بتاعت الحيوانات بتضعف، فده بيسهل الإصابة ببعض الأمراض البكتيرية زي بكتيريا التسمم الدموي، وده ممكن يؤدي إلى نفوق الحيوانات الكبيرة السن. ده متسجل طبعا بيحصل نتيجة الإجهاد المناعي الإصابة بالفيروس الحمى القلعية. طيب، في خسائر طبعا غير مباشرة لأي من الأمراض الفيروسية، وده طبعا خسائر غير مباشرة ناتجة عن البرنامج المكافحة، برنامج الإرشاد، برنامج التحصين، كل دي خسائر غير مباشرة بتأدي في الآخر بتأثر على الاقتصاد، وبتأدي طبعا إلى خسائر في مجموعها بيبقى ضخمة. طيب، عشان كده في اهتمام كبير بيه، خلينا نتعرف عليه بقى من الناحية العلمية. الحمى القلاعية ده عبارة عن إيه؟ إيه المرض بالظبط؟ هو مرض فيروسي شريع الانتشار، بينتشر بسرعة جدا، بينتقل، بيسموه أمراض العابرة الحدود. الأمراض العابرة الحدود دي أمراض اللي هي بتنتقل بين الدول، ما تعرفش حدود الدول، بتنتقل بسرعة جدا، الخسائر الاقتصادية بتاعتها بتبقى فادحة جدا. ما قدرش توقع الخواطر أو توقع الأوبئة الأمراض دي، والدول دي الأمراض دي بطبيعتها بتحتاج التعاون بين الدول وتبادل المعلومات عشان يسهل السيطرة عليها نتيجة لسرعة انتشارها والخسائر الاقتصادية اللي بتسببها. فده كمرض فيروس، لكن هو يعني المرض بيسببه فيروس اسمه البكورنا فيروس. البكورنا فيروس ده يعتبر من اصغر الفيروسات، حجمه حوالي 22 ل 24 نانومتر. ده فيروس من مجموعه الار ان اي فيروس، فيروسات القويه جدا. الفيروس بطبيعته طبعا بيتكون من سبع انواع، اللي هم الاي والاو
والاشيا 1 سات 1 سات 2 وسات 3 والسي والسي لحد ما هو انقرض يعني ما بيظهرش. تحت كل نوع من الانواع دي، الانواع دي طبعا احب انوه ان كل نوع يعني من الناحيه المناعيه لو حصل اصابه للحيوان باحد الانواع ما بيصدش، لو الحيوان اصاب بنوع تاني ما بيصدش الاصابه، يعني حصل اصابه بالايه ماشي الحيوان بيكون مناعه ضد الايه، لو اتصاب بالامه كان فيش مناعه يظهر اعراض برضه، فمفيش مناعه مشتركه بين الانواع المختلفه. وتحت كل نوع في نتيجه التحور بتاع الفيروس وسرعه تحوره تحت كل نوع في انواع او سلالات تحت كل نوع. السلالات دي متقسمه في على مستوى العالم سبع مناطق جغرافيه. طب خلينا نتكلم عن انواع الفيروس ده، ايه هي ابرز انواعه؟ ابرز انواعه طبعا واكثره انتشارا في على مستوى العالم اللي هو العترة او اللي يعتبر العترة السائده. والعترة او دي يعني كانت هي العترة السائده في مصر من الستينات، من 64 لحد 1964 لحد 2005. كانت عترة افريقيه كانت بتظهر بصوره متقطعه وكانت ضررها اقل كثيرا من العترات الحاليه، وكانت بتعمل مشاكل ما كانتش مقارنه بالمشاكل الموجوده حاليا تعتبر مشاكل طفيفه جدا انها ظهورها كان متقطع. كان بدايه التحور الوضع الوبائي وتغيره في مصر كان 2006، دخلت عتره جديده العتره من النوع ايه. النوع ايه ده هو من اكثر انواع تحورا ونوع يعني سموه بروبلماتيك، نوع هو بيعمل اكتر نوع بيعمل مشاكل. ده دخل في مصر في 2006 وكانت العترة افريقيه مشابهه للمعزوله في كينيا 2005، ويعتقد انها دخلت عن الحيوانات المستورده من دوله اثيوبيا. ده طبعا الحيوانات طبعا ما كانش فيه العترة دي مش موجوده في اللقاح، الحيوانات ما عندهاش اي خبره مناعيه، فانتشر بصوره كبيره جدا وبسرعه وعمل خسائر كتيره في الثروه الحيوانيه. ده عام 2006 طبعا بعد طبعا لما ادراج العتره دي في اللقاح استقر الوضع لحد كبير، لحد كانت المحطه الثانيه من الحمى القلعيه كانت عام 2012. عام 2012 ده كان في يعني ميز العالم ده العام ده ان هو حصل انترودكشن لسلالات كثيره جدا من الحمى القلعيه. كان بدايتها سلاله افريقيه للنوع ايه سجلت في دي، كانت سلاله وافده وكانت اقل ضراوه من السلالات اللي سجلت خلال نفس العام. لكن على بدايه فصل الشتاء كانت دخل نوع جديد في مصر ما دخلش قبل كده، او كانت تسجل في الخمسينات واختفى، اللي هو الساتو. حصل انتروداكشن لسلالتين من الساتو، سلالتين مختلفين من الساتو حصل لهم انتروداكشن في وقت واحد في مصر، وطبعا انتشروا طبيعه الحمى القلعيه انتشرت في انحاء الجمهوريه بسرعه جدا خلال فترة الشتاء، وسببت خسائر في الإصابات كبيرة جدا وخسائر في الإنتاج. وصلت نسبة النفوق في الحيوانات المصابة الأعمار الصغيرة وصلت 50%. وحسب طبيعة الكيرف أو منحنى الوباء بتاع المرض انحصر الساتو اللي صاب بيه على يعني على بداية شهر الصيف، شهر 5 كان انحصر الوباء. بعدها ما نسجلش تقريبا الفيروس ده غير بعدها بسنتين، بس بيظهر بصوره متقطعه مش بنفس الصوره اللي ظهر فيها في 2012. وده طبعا دي طبعا حاجه من مميزه للحمى القلعيه، يعني ان هو الحيوان يظهر ويختفي، يظهر ويختفي وبضراوه اقل، لكن لما بتدخل النوع ده اول مره بتبقى الضراوه والانتشار والاعراض والنفوق بتبقى شديده جدا. طيب يعني ايه السبب في انه احيانا بنعيش كده فتره ركود الحمد لله للمرض، نتمنى انها تطول، وفجاه بيبقى المرض كده جايب بتقل وشديد الضراوه؟ يعني الركود والازدهار للمرض ده سببه ايه؟ هل في اسباب معروفه؟ كل وسائلنا هي الحجر الصحي او البيطري هو ليه بيحصل تغيير؟ هو التغيير ده نتيجه العتره الساريه في الموسم ده بتبقى الحيوانات بتكتسب عليها مناعه، ونتيجة الخواص الفيزيقية بتاعت الفيروس ما بيقدرش يستمر في الانتقال من الحيوانات خلال فصل الصيف، فبيختفي الإصابة لحد ما في بداية الموسم المرضي اللي هو دايما بيبتدي في منتصف الخريف آخر شهر أكتوبر وآخر وشهر نوفمبر، بيبتدي الجو يبقى مناسب فبيحصل ريبليسمنت تغير، بتبتدي تظهر عترة تانية او سلاله ثانيه من السلالات، الانتخاب طبيعي سلاله ثانيه من السلالات الموجوده، ممكن تكون سلاله قديمه او سلاله وافده
بيحصل لها انتخاب، وحسب ضراوة السلالة دي بنشوف انتشار المرض في القطعان، وبنشوف حدة الأعراض حسب ضراوة، فالضراوة بتختلف من سلالة التانية، فده اللي بيبين اللي بيخلي الموضوع بيبقى من ناحية الضراوة ومن ناحية الانتشار بيبقى مختلف من موسم إلى تاني. طب ايه السبب ان هو بينتقل عندنا بالرغم ان الحيوانات اي حيوان بيدخل لمصر بيمر على الحجر البيطري، واكيد بيبقى فيه دراسه الاماكن اللي احنا بنستورد منها وخلوها او عدمه من الامراض الفيروسيه دي، فهل دي بتبقى حيوانات مهربه؟ هل ده بينتشر عن طريق الجو من دول مجاوره؟ يعني ايه السبب؟ هي اسباب كثيره جدا طبعا، زي ما حضرتك الفيروس بيتحور بسرعه، التحور ده يعني نتيجه انتقاله من حيوان لاخر، التحور ده بيأثر على الصفات المناعيه بتاعته، يعني ممكن العطر في اللقاح تكون بالتحور ده او تغير في تركيبه الجيني بتاثير اللقاح نفسه بيختلف، وده محتاج تقييم من وقت للتاني، دي احد الاسباب. السلالات كثيره جدا من الفيروس وتحت نفس النوع سلالات، في اكتر من سلاله، وده طبعا بيأثر على الاستجابه المناعيه، ممكن دي احد الاسباب المهمه جدا، اضافه لان هو دخول الحيوانات ممكن يكون له علاقه بالتهريب. انتقال الفيروس برضو يعني انتقال الفيروس ما بيعتمدش فقط على حركه الحيوانات، ممكن الفيروسات ممكن بحركه البشر، حركه التجاره وانتشارها، ممكن ينقل الفيروس بطريقه غير مباشره، بطريقه ميكانيكيه. طيب هل المرض ده من الامراض اللي بتنتقل من الانسان للحيوان او الحيوان للانسان؟ بالنسبه لمرض الحمى القلعيه ما بينتقلش للانسان، هو ممكن ينتقل، يحصل بعض الحالات في الاطفال يتكون يعني زي فقاعه في تجويف الفم، ودي في الغالب بتكون لا تشخص لان هو بتظهر وتختفي بسرعه، وطبعا ما بتتشخص يعني، بس هو بصوره عامه هو لا ينتقل للانسان. ايه الاعراض اللي بتظهر على الحيوان وبتقول او بتشير الى انه عنده حمى قلعية؟ هو الفيروس طبيعته بيصيب الخلايا المبطنه للجهاز المبطنه للفم والشفه العليا والشفه السفلى واللسان، فاعراض اساسا بتتكون فقاقيع مائيه، فقاقيع مائيه بتظهر في فم الحيوان، وبتظهر برضه في الاظلاف بين الظلفين بتاع الحيوان، إضافة إن هو بيظهر على الضرع، فالأعراض يعني بتبقى نتيجة الفقاقيع المائية دي، فعبارة عن سيلان الحيوان بيقطع أكل حرارة، بيحصل سيلان لعاب من الفم نتيجة الإصابة، السيلان مبطن للفم وجود الفقاقيع دي اللي هي بتفرقع، سيلان لعاب من الفم نتيجة وجود آفة المرض في بين الظلفين، بيحصل عرق للحيوان، عرق الحيوان ده ممكن يحصل إصابة بكتيرية سنوية، والحالة تبقى سيفيري بتحول إلى حالات كرونيك، حالات مزمنة نتيجة الإصابة البكتيرية، ممكن يحصل إن الظرف بتاع الحيوان نفسه ينفصل، إضافة طبعا ممكن التهاب الضرع نتيجة وجود الفقاعات المائية دي في على 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 حالمات الضرع ده، كل ده بيخلي الاعراض التهاب الضرع بتبقى موجوده، دي ملخص الاعراض اللي ممكن تكون موجوده، اضافه طبعا الانفوق المفاجئ للحيوان زي ما قلنا نتيجه الاصابه المباشره لعضله القلب، وده قبل ظهور اعراض. المحافظات اللي في مصر منتشر فيها اكتر، هل في محافظات منتشر عن اخرى ولا هو فعلا منتشر في كل المحافظات؟ هو مش اتكلم على مناطق، يعني هو منطقه الدلتا دايما هي المنطقه اللي نتيجه ان الكثافه العاليه قرب المحافظات من بعضها، دي دايما بيبقى فيها نسبه النشاط الفيروسي بتبقى عاليه جدا، ونسبه الاصابات والبلاغات بتبقى عاليه جدا. دي كانت اعلى يعتبر يعني يمكن لحد 2013 كانت 75% من البلاغات والحالات المؤكده كانت في منطقه الدلتا. في حصل تغير في الفتره الاخيره نتيجه وعي الناس، وان هو كثره البلاغات نتيجه الدور اللي بتقدمه الهيئه العامه للخدمات البطريه، توعيه الناس باهميه البلاغات. فحصل توفق في بلاغات اكتر عن طريق منطقه وسط الجمهوريه، محافظات زي بني سويف والمنيا واسيوط، كتوزيع المرض كان او من خلال البلاغات، انا بقول يعني من خلال البلاغات تقريبا بقى يساوي البلاغات او الاصابات المسجله في منطقه الدلتا. التغير بقى الملحوظ اللي هو المنطقه الغربيه، المنطقه الغربيه دي كانت من اقل مناطق نشاط فيروسي للحمى القلعية، من خلال المساحات المصلية اللي تمت على مستوى الدولة كانت نسبة الإصابة
قليله جدا من خلال البلاغات اللي احنا بتجيلنا في معهد بحوث صحه الحيوان. كانت نسبه الاصابه لا تتعدى 3% في خلال السنتين الماضيين، اخص بالذكر 2014، حصل زياده في البلاغات او النشاط الفيروسي في المنطقه الغربيه، خاصه الوادي الجديد ومرسى مطروح. ده قد يكون نتيجه الوضع السياسي في ليبيا وتهريب الحيوانات، يعني ممكن يكون احد الاسباب. وكانت هي طبعا العتره السائده في المنطقه دي، او خلال الثلاث سنوات الماضيين 2014 العتره افريقيه الاو ايست افريكان 3 دي اتسجلت في خريف 2014، وكانت الاصابه محدوده، بس هي كانت متوزعه في محافظات الدلتا ومحافظات المنطقه الغربيه كمرسى مطروح، وتسجلت في مرسى مطروح بؤر للمرض ده. والتحليل الجيني في اللي تم في معهد بحوث صحه الحيوان اثبت ان هو في نسبه توافق بنسبه 100% مع العتره المعزوله 2012 الايست افريكان 3 في مصر في السلوم والمعزوله في ليبيا. فممكن بيكون مصدر العتره دي يكون انتقال حيوان او طريقه غير مباشره انتقلت من الحدود الليبيه. العتره اللي هو ايست افريكان 3 دي يعني هي اختفت لحد ما في 2013، ودخلت كانت العتره السائده في 2013 اللي هي عتره اسيويه مختلفه تماما عن العترات الافريقيه الاي ايران 05 بار 08، او دي كانت هي العتره السائده في 2013. ابتدى الوضع يتغير في 2014، العتره زي ما قلت لحضرتك الايست افريكا العتره الافريقيه الاو ايست افريكان 3 دي كانت هي السائده في 2014، وزي ما كنا اتفقنا ان هو في فتره الصيف في ركود للوضع حالات البلاغات للمرض. العتره دي تميزت ان في حالات في فتره الصيف، ودي كانت تغير في الشكل الوبائي تزامن مع دخول العتره الاو ايست افريكان 3 اللي هي هنوصل للعتره دي هي الموجوده حاليا كمان. طيب. في 2016 2015 برضو استمرار ظهور العتره الافريقيه الاو ايست افريكان 3 دي، وسجلت ذروه للاصابه في فصل الصيف، وده كان يعني شيء بالنسبه لنا ينافي طبيعه المرض. 2015 2016 كان من احسن افضل الاعوام بالنسبه للحمى القولائيه. بدايه من شهر 3 حصل انحصار لحالات الحمى القولائيه، وبلاغات كانت محدوده جدا لدرجه ان احنا في بعض الشهور يعني ما قدرناش كانش فيها ولا بلاغ. شهر اكتوبر كانت بلاغات او العينات اللي جات لنا في المعهد من بلاغات كانت صفر. طيب. خلينا بقى يعني 2017 نعرف العتره المنتشره ايه، او يعني النوع ايه، ونتكلم عن مصادر الاصابه عنه، بس هنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن 2017 بقى وشكاوى المزارعين ومربي الماشيه من الحمى القلعيه هذا العام. فاصل ونعود لحضراتكم. هذا البرنامج برعاية عودة لحضراتكم مرة تانية، وما زال حديثنا عن الحمى القلعية في مصر، وده من أهم الأمراض الفيروسية طبعا المنتشرة، واللي لحضراتكم شكاوى كتير فيما يتعلق بها خاصة مع العام الجديد 2017. هنتكلم عن عام 2017 عن الحمى القلعية اللي موجودة فيه، شكلها ونوعها والسلالة المنتشرة دي إيه، وإزاي ممكن نتعامل معاها. ما زال بيشرفنا دكتور أحمد رفعت حبشي أستاذ الفيروسات بمعهد بحوث صحة الحيوان. أهلا بحضرتك من جديد دكتور أحمد. نتكلم عن عام 2017 بقى والحمى القلعية فيه. هو 2017 يعني بعد ما قلت لحضرتك كانت فترة هدوء للمرض والانحصار ليه خلال فترة الصيف، كانت وبعد مع نهاية شهر ديسمبر ابتدت فعلا زيادة في البلاغات، بالظبط في آخر أسبوع في شهر ديسمبر ابتدت زيادة في البلاغات فعلا، وتحليل طبعا احنا كمعهد بحوث صحة الحيوان إننا لا يقتصر التشخيص على اننا نعرف نوع الفيروس، لا احنا بنشوف نوع السلاله ونسبه التحور الموجوده في السلاله والمصدر المباشر من تركيبه الوراثيه للسلاله، بنعرف المصدر المباشر اللي دخلت منه العتره.
العترة أو أست أفريكان سرير أو العترة المعزولة هي استمرار للسلالة الموجودة زي ما قلت لحضرتك 2014 و2015. الاختلاف يعني لم يركن ان هو يكون فاريانت او تحور، حسب التحور لم تركن يكون سلاله جديده، استمرار لنفس السلاله، بس لاحظت زياده في الضراوه، ده كانت ملحوظه فعلا ان هو حصل زياده في الضراوه، ده بناء على عدد البلاغات مقارنه بين البلاغات اللي تلقيناها في نفس الفترة أو نفس الموسم خلال العام الماضي، العام الماضي وقبل الماضي. تلاحظ فعلا زيادة في البلاغات تشير إلى زيادة في ضراوة العطر. طب هنا بقى عاوزين نتكلم عن ايه اللي حصل، بما انه يعني هو مش نوع جديد او سلاله جديده، دي السلاله اللي كانت سايده في 2015 و2016، يبقى ايه الجديد؟ هل التحصينات ما كانتش كافيه؟ هو يعني دول يعني الفيروس ما تقدرش تحكم، لان الفيروس تحوره اصلا يعني ممكن نفس السلاله تمريرها على الخلايا يتحول ونفس السلاله ما تصدش نفسها يعني. فهو الموضوع يعني ايه، مالوش يعني تقييم ان انا ان هو ليه علاقه بالتحصين، ده لم يثبت، ده محتاج دراسه وتمر بمراحل تشير ان هو ليه علاقه، تحصين اصبح يصد او ما يصدش، دي محتاجه مراحل من التقييم، هتاخد وقت شويه ان احنا نعدل تركيبه اللقاح او نستمر على اللقاح القديمه، دي مراحل يعني محتاجه مراحل كتيره جدا عشان نقول كده. لكن هو طبيعه المرض اتغيرت، طبيعه الفيروس نتيجه التحور زي ما قلت لحضرتك، وده ينافي طبيعه النوع او يعني هو زي ما قلت لحضرتك الاكثر مشكله النوع ايه هو اكتر بيعمل مشكله ان هو لكن ينافي طبيعه، بس هو على الارض فعلا في ضراوه زايده كل يوم بيتم تحور في الفيروس ده واحنا بنحاول نلاحقه يعني. طيب دلوقتي اي يعني مزارع او مربي ماشيه عنده واحد راس او راسين او غيره ولاحظ الحاجات دي على راس الحيوان اللي عنده، يكون تصرفه ايه، يعمل ايه؟ هو البدايه طبعا لازم الوقايه خير من العلاج، يعني ننتهز الفتره اللي ما فيش فيها الفيروس دي ونحصن الحيوانات في اخر فصل الخليف في شهر اكتوبر ونوفمبر، يستحسن ان احنا ندي الحيوانات جرعه تنشيطيه خلال الفتره دي عشان الحيوان يستقبل الموسم بتاع المرض وعنده مستوى عالي من المناعه يقدر يصد الاصابه. اضافه طبعا الى اهميه التحصين الدوري، اللقاح اللي بتوفره الهيئه العامه لخدمات البطاريه والمنتج في معهد انتاج اللقاحات بالعباسيه، لقاح موجود ومتوفر والمنافس بتاعتهم مفتوحه يعني 24 ساعه في خلال المشكله دي على ما وصلني يعني. فطبعا اهم حاجه طبعا ان انا احصن، تحصين كل اربع اشهر، تحصين حيوانات، حيوان لو المولود جاي من ام غير محصنه ممكن محصنه عند عمر شهر، فدي الوقايه طبعا اهم شيء. فطبعا البديل طبعا اللي احنا لازم اعمله في وقت الوباء ان انا لازم اعرف الفيروس هيجي لي ازاي، اما اعرف الفيروس هيجي لي ازاي هقدر احمي حيواتي منه. اولا لما يحصل عندي اصابه في قطيع او في مزرعه لازم احجر الحيوان المصاب ده، اعزله عن السليم، ولازم احط في الاعتبار الحيوان المخالط هو مفترض ان هو مصاب، لان الفيروس بيحصل له افراز من الحيوان المصاب في سواء الجسم سواء اللبن او البول او اللعاب يوم او اتنين قبل ظهور الاعراض، خلال الفتره دي قبل ظهور الاعراض مفترض ان هو عدا الحيوانات المخالطه ليه، فلازم افترض ان القطيع اللي عندي كله مصاب، طالما عندي حاله مصابه بفترض ان القطيع اللي عندي كله مصاب، ففي الحاله دي لازم احجر على القطيع ده ما حركوش. بدايه طبعا لازم ابلغ السلطات البطاريه ان احنا ناخد عينات، العينات دي طبعا لازم ناخدها بدايه ظهور الاعراض، لازم يكونش مر على ظهور الاعراض اكتر من اربع خمس ايام عشان ناخد عينه اقدر اوصل بيها نتيجه في التشخيص تفيدني. بعد الابلاغ بيتم حجر القطيع، لازم حجر القطيع لمده 14 يوم من شفاء اخر حاله عشان اضمن القطاع بتاعي سليم. على مستوى القريه يعني المفروض يبقى في نوع من يعني افترض نوع من تبادل المعلومات بين المنازل، بين المفروض الناس تعرف ان في اصابه في الحمى القرويه بحيث انها يبقى عندها نوع من الوعي وما تحركش حيواناتها، ان الفيروس بتنقل على الهواء. يعني الطريقه الاساسيه اللي بتنقل بيها الفيروس عن طريق التنفس، يعني الحيوان بيطلع كميه من الفيروس في هواء الزفير تكفي لاصابه الحيوانات المجاوره. الفيروس بيفضل متعلق في الهواء بتاع الغرفه 48 ساعه وممكن يصيب الحيوانات.
فلازم الناس يكون عندها وعي بطريقه انتقال الفيروس بحيث انها ما تتعرضش حيواناتها للاصابه. الاماكن لو اماكن معالف مشتركه بين المنازل، اماكن شرب مشتركه، المفروض يبقى في وعي ان هو ما تحاولوش يعملوا خلط بالحيوانات. المرض بينتقل بطرق مباشره، بطرق مباشره عن طريق زي ما حضرتك زفير الحيوان المصاب، عن طريق ال الحويصلات المائيه دي بيحصل لها رابشر، بتنقل الحيوانات من الحيوان المصاب لحيوان السستيبتوم اللي هو المخالط، عن طريق افرازات الجسم زي ما قلت لك اللبن نفسه موجود في الفيروس قبل ظهور اعراض، عن طريق السائل المنوي في الذكور. الفيروس بيبقى ممكن يستمر بعد 37 يوم من الشفاء موجود في السائل المنوي، وده يعتبر حامل العدوى، ممكن ينقل العدوى. فدي كل دي طرق انتقال الفيروس، المفروض المربي يكون على درايه بيها بحيث يقدر يحمي حيوانه من الاصابه، اضافه ان هو لازم يكون على وعي تام بالطرق اللي هو ينشر بيها العدوى، يعني عشان ما ضرش حد. طب هو دلوقتي لو هو يعني اصيب الحيوان فعلا، هل ممكن يحصنه وهو مصاب؟ ده ممكن يساهم في حاجه؟ لا، ولا ملوش فايده؟ الحيوان المصاب لا يتم تحصينه، والحيوان المخالط يعتبر مصاب، المفروض ان انا ما حصنوش. يعني المفروض ان انا اما ابتدي احصن اشوف الكره اللي ما حصلش فيها اصابات واحصن فيها. ملوش اي ادويه مساعده على انه تقليل من حدته او يعني السيطره عليه؟ هو كاي من الامراض الفيروسيه العلاج بيبقى علاج عرضي، يعني انتي بقيت مضاد حيوي عشان امنع الاصابه البكتيريا السنويه، انزل خافض الحراره، اعالج العلاج موضعي للفقاعات والالسر او التقرحات اللي بتنتج، عارج الفقاعات او اللي موجوده في الاقدام عشان الموضوع ما يتطورش ويحصل عرج مزمن. كل ده علاج عرضي، لكن ادي فيتامينز للحيوان ممكن يرفع مناعته، يعني دي كلها حاجات ممكن ابروتش او اتجاه ممكن ياخد، بس يعني هو بيسرع موضوع ان هو يخف الحيوان. طيب الاثار بقى اللي بتبقى على الحيوان في حاله شفاء، ولو تم شفاء الحيوان يعني وما نفقش، ايه الحاجات اللي ممكن تبقى فيه؟ يعني هل مثلا انتاجيته بتقل فقط؟ هل في اجزاء من الجسم لابد حتى حين ذبحه لنتعامل معاها؟ لا، مجرد شفاء الحيوان هو اللحمه بتاعته امنه، ما فيش فيها مشكله خالص. لما بالنسبه للانتاجيه بتبتدي ترجع الانتاجيه، طبعا انتاج اللبن بيبتدي يرجع، بس ما بيرجعش للطبيعي، بيبقى اقل من معدله نتيجه الاصابه. ده هنا لازم نتكلم عن يعني مناعه الحيوان بشكل عام، علشان حضرتك قلت الوقايه خير من العلاج. الوقايه مش بس تحصينات ولكنها مهمه، الاربع تحصينات كده حضرتك بتقول في السنه تقريبا، او كل اربع ثلاث تحصينات، كل اربع اشهر يعني كل ثلاث مرات في السنه تقريبا. ثلاث مرات في السنه. هي غاليه؟ ثمنها غالي ولا هو كسل من المربين ولا هي هو سعر اللي هو؟ لا مش غالي ده، يعني في سبيل هو يحافظ على السعر. لا، لو قارنت السعر بالتكلفه حاجه بسيطه، اقل من التكلفه بكثير. وبالتالي يعني ضروري السعر ما يغطيش يعني الانتقال ان انا احصن، يعني سعر الجرعه ما بتحصنش لوحده، بتحصن حمى قلعيه مع حمى الوادي المتصدع، يعني جرعتين للقاحين مختلفين. فالسعر لا يتعدى تكلفه الانتقال ان انا احصن. علشان بنتكلم عن المناعة، ده محتاج بقى عناية بالحيوان وبالأمان الحيوي في أي مكان بيربى فيه الحيوان. نتكلم عن الجزئية دي برضو وننبه الناس ليها، علشان يعني إن شاء الله المواسم الجاية تمر بسلام أكتر أو هدوءا أكتر يعني. بالظبط، الأمان الحيوي أساس الأمان الحيوي إن أنا أمنع دخول العدوى للقطيع بتاعي. إن القطيع بتاعي إن أنا مثلا بيكون في اصابه في قريه، المفروض مثلا يعني لو المزارع بتعمل احواض تطهير العجلات مثلا، العربيات اللي داخله العربيات اللي خارجه، المربي ممكن يقطع على الابواب جير حي بيعمل تظبيط للفيروس، فيروس حمى قلعيه ممكن يمنع الاصابه. هي كلها اجراءات بتمنع ان الاصابه انتشار الاصابه او دخولها للقطيع. تطهير العجلات بتاعت العربات، الزياره لو مربي جاري عنده حمى قلعيه، يعني المفروض ان هو ما يدخلش يخالط الحيوانات اللي انا مربيها. كل دي عوامل بتمنع انتشار او دخول الاصابه للقطيع.
نتمنى طبعا الناس تراعي كل هذه الامور، واحنا بنشكر وجود حضرتك معانا النهارده واضاءتك على هذا الموضوع، لان هو موضوع ساعه بالنسبه لمزارعينا عشان الحمى القرعيه شديده في هذه الايام. شكرا جزيلا دكتور احمد رفعت حبشي استاذ الفيروسات بمعهد بحوث صحه الحيوان. شكرا جزيلا لحضرتك. نشكركم اعزائنا المشاهدين، وان شاء الله يعني هذه الايام تمر بسلام، وكل واحد بقى من مزارعينا يلتزم بالتحصينات بقدر الامكان ويسرع بالابلاغ عن اي حاله. وسمعنا مع بعض النصائح اللي ممكن نطبقها للحصول على امان حيوي باقصى قدر ممكن. شكرا لكم، وغدا ان شاء الله حلقه جديده. هذا البرنامج برعايه